السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس سوف نشرح لكم كيفية إضافة مفاتيح التي نستعملها لتحرير المشهد إلى هذه القائمة. بتلاحظوا أخواتي وأخواتي، هذه القائمة مكونة من عدة مفاتيح نستعملها لتحرير المشهد، مثل الكتابة، تحديد، حذف إلى آخره. قد يقول بعض الأخوة إذا شاهدوا هذا الدرس أو شاهدوا دروسي لهذا البرنامج بلاحظوا أنه في مفاتيح لن تكون متوفرة لديهم، فسوف يستغربون ويقولوا ليش مثلا جهاد عنده بعض المفاتيح متوفرة وأنا غير متوفرة لي. طبعا الطريقة لإضافة المفاتيح إلى هذه القائمة يتم على النحو التالي. نذهب إلى قائمة تولز هنا، نختار ونضغط على كوماند باليت. بتلاحظوا اخواتي واخواتي هذه اللوحة مكونة من عدة مفاتيح، تختار اي منها لاضافتها الى هذه اللوحة، لوحة المفاتيح في البرنامج. طبعا اخواتي واخواتي بتشوفوا مثلا هون هذه المفاتيح خاصة لتحرير المشهد من قص قطع الى اخره. مثلا هذا المفتاح مش متوفر عندي هون، ما علي إلا بسحبه بهذه الصورة ووضعه في المكان المناسب زي ما انتم شايفين اخواتي واخواتي. مثلا بختار واحد تاني، مثلا حابب يكون على سبيل المثال هذا المفتاح، بقوم بسحبه بالماوس وضعه ايضا في المكان الذي يناسبني. زي ما انتم شايفين اخوتي، عملية بسيطة جدا، بتضلك تشاهد وتعاين هذه الملفات وتشوف شو اللي ناقصك من قوائم المفاتيح الموجودة هون. طبعا اخوتي واخواتي تستطيعوا استعمال هذه اللوحة مباشرة لتحرير المشهد من غير ما تتم اضافة المفاتيح الى هنا، ما عليك الا بالضغط هنا. بتلاحظوا هون Active Palette، نضغط عليها يعني ممكن نقوم بتفعيل لوحة المفاتيح. مثلا لو جربناها بشكل مباشر، لاحظوا معي اخوتي واخواتي هذا المثال. مثلا خلونا نختار عفوا هنا عملية تكبير وتصغير للمشهد. لاحظوا معي بضغط عليها، قمنا بتصغير المشهد بهذه الصورة، وبضغط على التكبير بنكبر المشهد من جديد. زي ما انتم شفتوا اخواتي واخواتي، اذا نستطيع استعمال ايضا هذه اللوحة بشكل مباشر لتحرير المشهد. هكذا قد كنا وضحنا لكم كيفية اضافة المفاتيح الى لوحة البرنامج، او كيفية استعمال هذه اللوحة بشكل مباشر لتحرير المشهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.